أسعد الله مساءكم أحبتي من جديد. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من شارع فلسطين، وتحديداً من المقاهي اللي تحدثنا عنها مقابلة لجهة جامعة المستنصرية. مثل ما تشاهدون، قبل أن نتحدث ويا المواطنين نريد نستعرض هذه الأجواء، نريد نشوف هذه الجلسة اللي موجودة، جلسة شبابية. مثل ما تشاهدون قرب الأصدقاء متواجدين هنا، شوفوا استكان الشاي البغدادي اللي يطلع بالصينية دائما ماشي. هذه الأجواء يعني واضحة جدا أنه تكون علاقات شبابية. خلينا نشوف هنا الأخوان. السلام عليكم. رمضان كريم. سعد الله ايامكم. الله يخليك. شلون الصحه؟ الله يخليك. شلون اجواء رمضان ياكم؟ خير وبركه. حلوه مو؟ الحمد لله. الحمد لله. الجلسه الشبابيه بعد الافطار شلون هسه؟ متنفس وحيد. اها. للشباب هاليوم. بنفس الوقت الناس تريد اجواء تغير من الوضع اللي ساري بالبلد. صح. تريد هدوء، تريد راحه. تستغل هذا الوقت الى موعد السحور وترجع. يعني الحدائق هسه اليوم متنزهات، البلد اختلف جذريا، هي صارت المتنفس الوحيد. احسن من ضوضاء الشارع والازدحامات. وضع حلو الناس. هذا حلو. الشيء الحلو بهذا رمضان همينه الجو طيب، ساعدنا الجو هواي حلو. فتعرف اليوم المواطن هو كادح يتحمل المشاق، ما نقول مشاق الصيام، مشاق الازدحامات والشارع. اليوم يجي متنفس طيب، الاجواء تساعدنا، القعده حلوه. زين، الصوم يوم كامل لو تنقنقت مره فوق راسه؟ لا، هي موجوده برمضان. اثنينات الموجودات، الصيام والنق. اليوم هو صايم روحه طافره مو؟ اي، فبس يرجع فشي يتناقر عليه. فعاد النوبه هنا، هي مره الطباب للمناقر. فان شو اسوي؟ هو بس يصير الفطور. اي تمام. اندل الباب واطلع من عندك. بعد الفطور. يا حبيبي. خلاص تستغل هو لازم الموقف انه واحد يرست ويرجع. احسنت والله، زين تسوي. رمضان كريم اخوي. هذا الله كريم علينا وعليكم. الله يحفظك. الله يسلمك. احنا مقبلين ان شاء الله على عيد. ان شاء الله يا رب. مبارك عاد عليكم ان شاء الله. الله يتقبل ان شاء الله صالح الاعمال. امين. الله يسلمك. جولت بالسوق، اشتريت ملابس. والله تعرف ابو العائله بعد لازم يعني تجول، وتعرف يعني لازم انه ملابس الاطفال، وهذه ابو العائله لازم محكوم انه خلال شهر رمضان تعرف يجول. زين، بالنسبه للاسعار شلون تشوف؟ والله كلش غالي، الدولار اكثر على الاسواق. يمكن حتى اسعار ملابس الاطفال هي اساسا غاليه، يعني قبل الصعود هي غاليه. انا انه ثلاث جوالي بالسوق لاحظت انه الملابس الاطفال اغلى من ملابس أغلى من الشباب. الرجال البالغ. ايه صح فعلا. يعني هاي يعني خلال تجوالي انه لاحظت هذا الشيء. قطعه صغيره تلقاها ب 30 و 40 و 50. والله انا عندي الطفل عمره سنه، يعني اسم الحاجه مالته ب 30 و 25 اغلى من الشباب. هواية. اي والله. صح. النوبة انا جاك صعود الدولار. صعود الدولار، البضائع، وهذا كل هذا رمضان كله غالي على المواطن. زين، انت ايش تنصح الزوجين جدد؟ يزيدون بالاطفال لو يكون رقم يعني مو كثره؟ والله انا يعني ما افضل انه الكثره يعني. ايش قد الطبيعي بالعراق؟ كم طفل طبيعي؟ نعم، كلش مناسب. كلش مناسب. كلش مناسب. زيادتهم ثقل على الزيادة ثقل، لأن تعرف عن اقتصاد الفرد العراقي مو ثابت. صح. تعرف إحنا الدولار يأثر على طبيعة المواطن. صح. إيه، سوق تعبان، تعرف سمة كسبه هواي، طلاب جامعات عاد عن العمل. عدا إنه مستقبله يكون من يزيد يزيد عدد الأطفال، يعني تصير تربيتهم أصعب ماديا. التربية مالته مش وايد صعبة. حياك الله ورمضان كريم عليكم. نعطيكم موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. خلي نستمر بتجواننا ونشوف مثل ما تشاهدون الاجواء اللي موجوده هنا، اجواء بغداديه، اجواء شبابيه بحته. السلام عليكم. رمضان كريم. علينا وعليك. الله يامك حبيبي. شلون الصحه؟ الله يحفظك. شلون اجواء رمضان؟ والله الاجواء حلوه. حلوه مو؟ ممتازه. الحمد لله. من اي مناطق انتم؟ والله اني من البلديات. من البلديات والشباب؟ السعدون بتاوين. من بلديات. بلديات. من بلديات؟ شو تضحك؟ زين، سولف لي هسه، انتم دائما تتجمعون هنا لو؟ والله كل ثلاث ايام يوميا، مرات مرات بين يوم ويوم، ورا مجالنا يعني. ورا مجال. شو تشتغلون؟ والله كاسبين قاعدين. كسبه؟ اي كسبه. انا عندي عندك سوق، بس غذائي كلش ناقص. صعبه صعبه والله. عبالي تقولي عندك عبايه، ما ادري عندي محل سيارات، معارض، اربع سيارات، يا ابو صقر. هسه ما عندك بس محل مال اسواق؟ اي والله عندي نسر بالباب طار. نسر؟ اي والله بالباب. يمكن رجع لادم.
شنو تقول يا اسحب بالدومنه؟ والله 4 سياتاك بس لا تقول لهم ولا سمعوني. لا تقولهم غير سمعوني. سمعوني والله. يلا لك اللعبه. والله ليه اللعبه هسه؟ يلا تلعب. كس قاعد. قاعد. لا 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 تقول قاعد. حياتك. والله بوجودكم منورين احنا. حبيبي. اخويا. طبعا ما سمعت الكلمه الا بعدين. المهم والله صعد الايجارات علينا واحد ما يخاف من الله. ما يخاف من الله صعد الايجار علينا. والله صعد ايجار. تجي الحجيه 24 ساعه تشتري من يمه وصعدوا علينا ايجارات. الحجيه تشتري من يمك؟ اي والله صعدت ايجار. اي والله هي صعدت هي نفسها تشتري. بس هي لا ما ولدهم. اه اي والله اخوي اقول لك شو ماكو ربط بحجيه. شو يا حجيه ما في ربط. بس عقل دراسه بس. الله يكرم عليك حبيبي. رحمة الله علينا وعليكم. الله يسلمك. سولف لي شوف بقية المناطق بها اجواء. والله اجواء هي كلها حلوه وهاي بس احنا نتمنى من الدوله شويه ضوء علينا على الشباب هاي القاعده. يعني ما تسوى الدولار صاعد العالم هم على باب الله متي تشتغل وهم تريد تعيش. اذا تبقى الدولار هيك هسه اليوم 149 يمكن 149 الشباب شنو اللي حصل؟ والله العظيم هسه طلع اليوم طلع له عامل وياه يعني يقول له 10000 يقول له هواي 10000 هواي 10000 هواي يقول هو عدى صاحب موبايلات مو اليوم طلع لك واحد قلت له 10000 قال لك هواي اي والله 10000 مو فد يعني مبلغ قوي هاي ما مين يجيب يقول لك انا ما عندي يعني مين يدش شيء يشتري شيء يشتري هو يعني هو محل تليفونات كفى والله على يوم 7 اي والله شوف 7 تعيش لها عائله 7 باليوم اي يعني اقل $5 او $5 باليوم اي هي $5 ويقبل هو المسؤول ابنه يشتغل ب $5 يقبل اذا يقبل فهي العالم كلها تعيش هو الكارت ابو الخمسه ما شايفه اي ماشي اي خطيه يعني شباب العالم وين تروح فاتوره خطيه الشباب ايش سوى الحمد لله والشكر الحمد لله وانت واقعين بيه احنا المساكين والله العظيم الله يعينكم زين سوالفتي انت شلون اشوفك هواي تضحك اي قدامك شو اسمه رسول هذا صديقي رسول صديقي محل موبايلات زين ليش تضحك هواي ايش فيك تضحك بس قدام الكاميرا لو وياكم لا هو شويه اليوم يضحك شو هاي بالعصاية انا بالعصاية شو شغلك انت؟ محل موبايلات عندي ها يلا لك اللعبه؟ اي اليا يلا خلينا نشوف انت شنو لا انا لاعوب عجبك وهي هاي لعبتها غلط لا هي هاي لعبتها غلط قال انا لاعوب عجبك هي لعبتها غلط لا هاي صحيحه زين سولف لي انتم من البلديات قلت؟ من البلديات احنا كنا من البلديات البلديات ما بيها حركه مثل هاي المناطق؟ فيها يعني حلوه بس احنا كل ما نطلع مو شعبيه كلش البلديات اي مو شعبيه مو شعبيه اي صح بس هنا شعبيه بيها حدائق هوايه المتنزهات؟ يعني بيها بس مو بكثره مو بكثره اي مو بكثره ما منظمه يلا اتمنى لكم موفقيه يا شباب رمضان كريم عليكم شكرا جزيلا